السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. كشفت مصادر صحفية عن آخر المستجدات المتعلقة بمباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان، والتي وصلت قضيتها إلى المحكمة الرياضية الدولية الطاسة، وأمهلت الطاس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى تاريخ 3 من مايو القادمة من أجل تقديم توضيحات بشأن قضية لقاء سوستارا وبركان. وبحسب المصادر ذاتها، فإن المحكمة الرياضية الدولية الطاس طلبت توضيحات حول قميص الفريق المغربي والذي يحتوي على الخريطة الوهمية، وعلى عكس بعض الإشاعات التي روجت لها وسائل الإعلام المغربية بخصوص رفض الطاس لملف اتحاد العاصمة، فإن القضية لم يتم الفصل فيها بعد، حيث ينتظر أن يصدر القرار الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.